المنصة لا تصدم الجميع بأن فولو متبادل مع هذه اليوتيوبر. نور ستارز تؤكد قصة ارتباطها مع كريم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. نور ستارز من خلال مقابلة لها في صباح الخير يا عرب صرحت أنها حقا تعيش حاليا في قصة حب، ويذكر أيضا أنه مؤخرا انتشرت تسريبات حول هوية حبيبها كريم. فما رأيكم بكلام نور ستارز عن قصة ارتباطها؟ هل نور بعلاقة حب أم لا؟ أنا خلاص عرفت الجواب. يعني من لمعة العيون أنا عرفت الجواب. نالين بيوتي نشرت فيديو يعتبر من أقوى الفيديوهات 2021، حيث ختمت السنة بفيديو إبداعي ضم مواهب عديدة، وفكرة الفيديو كانت رائعة وهادفة، وهي اختيار المواهب ودعمهم. وانتهى الفيديو أيضا بمواقف طريفة للجنة التحكيم. وأنفولو متبادل بين هايلا تي في وأنا صالح، ولازلنا لا نعرف السبب على الرغم من أنهم جمعهم تعاون لإعلان اللعبة سابقا. ما رأيكم بإلغاء المتابعة بينهم؟ أبروف نشر ستوريات ومن خلالهم تمكنا من معرفة السبب الذي دفعه لاختيار صبا شمعة زوجة له، وهو أن صبا دائما تحضر الأكل لأبروف. طبعا اليوم صبا عزمتني على الغداء. شو جبتي؟ شو جبتي أكل؟ جبنيس فود. جبنيس فود يا جماعة. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك، حلو مسكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.